أول ما صارت الساعة واحدة. مساء الخير، رايحة على المدرسة. إيه ولا يهمك أختي. لكمل لك. لك طقت روحي منك. ايه شعور متبادل. أنت بنتي أصحك. ليش أنت هون؟ ونفس شو علاقتك فيها؟ سمعتكن عم تحكوا على التليفون اليوم أنت وفيدات. جبرني معلمك على هالشي. أنت كنت بتعرف من الأول أنه هو واحد وسخ ومتوحش لهالدرجة، ومع هيك لساتك عم تشتغل معه. اللي فوراً وين خبيته أمي وأختي؟ أقول شوف، هو خطفهم؟ يعني ما بتعرف وينهم؟ كنت عم قول خلي طاهر يقتل الفيدات، بس ما منلاقيهم إذا بيموت هالحقير. لهيك لازم اتصرف. ارجعي لعند نفس، بعرف لاقيكي. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.